أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في العالمين وحجته في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعناداءهم. أعزتنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان، وأن ينور صدورنا وصدوركم بنور مودة أمير المؤمنين عليه السلام، وبنور الإقرار بفضائله وفضائل أولاده الطاهرين، وبنور العداوة على أعدائه، ونور البراءة من الذين خانوا في حقه. صلوات الله على الأئمة الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى الذين خانوهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا وأقدامكم على ذلك، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا، وأن يرحم موتانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله، يا محمود بحق محمد صلى الله عليه وآله، ويا عالي بحق علي أمير المؤمنين، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء أم أبيها، ويا محسن بحق الإمام الحسن عليه السلام، ويا قديم الإحسان بحق أبي عبد الله الحسين صلواتك عليهم أجمعين. يا ربنا بحق هؤلاء الطيبين الطاهرين نسألك ونقسمك، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا مبينا، واقسم ظهور أعدائه، وسود وجوه مخالفيه، وكثر شيعته وأنصاره، واجعلنا من خير شيعته وخير أنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا ربنا، إن الذين تبرعوا لهذه القناة ونصرونا، فتقبل عنهم وباركهم في دينهم ودنياهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزتنا المشاهدين، كان كلامنا في تصحيح أحاديث كتبنا المعتمدة المشهورة المعروفة. قلنا لكم إن كتبنا ورواياتنا، طريقة رواياتنا تختلف عن العمرية بكل وضوح، ولكن مع الأسف الشديد إن العلماء الجاهلين بالحديث والروايات وبصناعة الحديث في حوزاتنا العلمية، إنهم يطبقون الأصول الذي وضعها علماء العامة العمياء لتصحيح أحاديثهم وتسقيمها على أحاديثنا، والحال إن تلك الأصول لم يرد من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله، وإنهم وضعوها من تلقاء أنفسهم. وإن الفرقة العمرية
يسمون أنفسهم أهل السنة، وإن المحدثين منهم يتباهون على بقية علمائهم بأنهم محدثون وبأنهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأنهم لا يأخذون بالرأي في الدين، ولكن إن المحدثين أنفسهم قد وضعوا أصولا كثيرة في معرفة الحديث ومعرفة الرجال وغيرها، كلها أصول إنهم اخترعوها من آرائهم ومن أفكارهم ومن تجربياتهم، وليس شيء منها بمنصوص من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا حالهم وحال علمائنا، إنهم أوردوا تلك الأصول وفرضوا تلك الأصول وطبقوا تلك الأصول وأطلقوها على أحاديثنا ورواياتنا، جهلا منهم بأن طريق رواياتنا وأسلوب درج رواياتنا وتأليفنا للكتب تختلف عن العمرية باختلاف واضح فاحش. قلنا لكم إن العمرية رووا رواياتهم كلها بالسماع، فسمع هذا من ذاك، ذاك من ذاك، ذاك من ذاك، بل حتى إنهم لم يدونوا أحاديثهم ولم يكتبوها حتى القرن الثاني، وبعضهم قالوا حتى في أواخر القرن الثاني. أواخر القرن الثاني يعني أواخر القرن الثاني مثلا سنة 180، أو إذا قلنا بداية القرن الأول سنة 110-120، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في سنة 10 من الهجرة، وهذا مدة طويلة بين السنة 10 وأوائل القرن الثاني من الهجرة، 90 سنة، أكثر من 100 سنة. وفي تلك 100 سنة يأتي ويذهب أجيال من الناس، طبقات من الناس. إذا أنت مثلا عمرك 30 سنة وأنت تتزوج، فالله يرزقك ولدا وهو يتزوج، والله يرزقه ولدا وهو يتزوج، والله يرزقه ولدا، فهذا في 100 سنة يأتي 4 أجيال، 5 أجيال، لأن بعد كل 20 سنة 25 سنة يأتي جيلا جديدا. فإن الناس ينسون ويخطئون ويتعمدون الكذب ويكتمون ويروون عن غير موضعه، ويروون حديثا ورد في موضع فيجعلونه في موضع آخر، أو يروون حديثا قد نسخ، وإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آل ورجع إلى قول آخر، وهذا كثير أعزتنا المشاهدين. على كل حال، المذهب العمري لا اعتماد عليه، أصلا ليس بدين، أصلا وأساسا ليس بدين، لأن حديثهم لا يعتمد على شيء منها إلا ما كان من المتواترات وما كان من المشهورات وما كان موافقا لما ورد في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما أحاديثنا فإنها ألفت وصنفت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم في عصر الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وتلك الكتب كانت موجودة لدي العلماء في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، ثم بعد مضي الزمان إن تلك الكتب فقدت ودرست ومحيت آثاره بسبب كسل علماء الشيعة وبسبب إعراضهم عن سنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وانشغالهم بالفروع وبالعلوم الباطلة كالمنطق والفلسفة وكالعرفان. وهذا قصة طويلة، نحن إن شاء الله نثبت لكم هذه الأمور التي ذكرناها لكم، وأي أمر من تلك الأمور بقي لم نثبتها لكم فذكرونا، فإن شاء الله العزيز نقدم إليكم الأدلة على ذلك. بل الأول، إن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمروا شيعتهم بالكتابة، ترتيب البحث، أمروا شيعتهم بكتابة الحديث كرارا ومرارا. ثانيا، إن شيعتهم
درجوا وكتبوا وحرروا أحاديثهم على القراطيس وعلى الألواح وفي الدفاتر وفي الكراريس في عصر الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وعدد تلك التصنيفات بآلاف. هذا أمر مهم. هذين الأمرين نقدمها إليكم في هذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأماليل الصدوق، كتاب الأماليل لشيخنا الأقدام رئيس المحدثين الصدوق رحمه الله، المتوفى سنة 381. في هذا الكتاب أعزتنا في الصفحة في المجلس العاشر الصفحة 31، وهذا الكتاب الطبع ذوي القرباء، طبع الناشر هو ذوي القرباء في قم المقدسة. في هذا الباب في هذا المجلس العاشر ألقاها الشيخ الصدوق يوم الثلاثاء لعشر بقينا من شهر شعبان سنة 67. الحديث الثالث يروي بسنده عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار. المؤمن إذا مات وترك ورقة عليها علم، العلم في عصر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هنالك طب عندهم، ولا الهندسة ولا الفنون الأخرى. العلم المقصود منه الحديث وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار. وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا 7 مرات. وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم، والعالم من كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ العالم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم من؟ بل قال الرسول صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه؟ فهذا علي عليه السلام مولاه، علي ولي كل مؤمن من بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم، وعلي أمير المؤمنين عليه السلام بابها. من هو العالم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الصديقة الطاهرة، الزهراء المرضية الطاهرة سلام الله عليها، ثم الأئمة الطاهرون عليهم السلام. هم العلماء، وشيعتهم المتعلمون، شيعتهم يتعلمون منهم. وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عز وجل: جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي، لأسكنتك الجنة معه ولا أبالي. وهذا الثواب الجليل لمن يترك ورقة، وهذا أمر واضح من رسول الله صلى الله عليه وآله بالإصرار لكي يكتب حديثه. والحال إن الفرقة العمرية رووا في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من الكتابة من كتابة الحديث. وهذا يأتي، حديث العمرية إن شاء الله يأتي بعد أن نبين لكم كيفية كتابة حديث الشيعة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الكليني، الأصول من الكافي للكليني قدس الله نفسه الزكية. يا أيها الطلاب الذين يشاهدون هذه القناة في الحوزات العلمية وفي بقية أنحاء العالم، هذا ما أنتم تتعلمون في الحوزة العلمية المفيد منها فقد هو ما تتعلمون في الصرف والنحو وفي مقدمات اللغة العرب وبعض الحلال والحرام، هذا فيها فائدة. البقية كل ذلك هذا لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالدين، إلا ما تعلمتم من قول الله تبارك وتعالى وقول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
ما يلقي إليكم الفياض وأمثاله في دروسهم من أقوال النائني وأقوال أخوي وأقوال باقر الصدر، هذا كلها زبالة لا قيمة لها، هذا ضياع للعمر، هذا ضياع لعمركم الشريف، أعلموا قدر أعماركم. ما أنا أقدم إليكم هو العلم، هو الدين، هو أساس الدين، هو كل الدين، هو تمام الدين، وماذا هو كلام آل محمد عليهم الصلاة والسلام. إذا تعلمتم كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فأنتم عند الله فقيه، وعند أهل البيت عليهم السلام فقهاء، ويوم القيامة تبعثون فقهاء إذا أحييتم آثار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هو الخدمة في الدين. أما هؤلاء جعلوا ووضعوا أشياء من تلقاء أنفسهم ومن جيوبهم، وسموا ذلك علم، وسموا ذلك بل الفضل، ومن تعلمها فهو عندهم عالم، ومن أنكرها فهو جاهل لا يعلم شيئا. وهذه الأمور التي هم يتعلمونها وهم يعلمونها لا فائدتها لا. ولأجل ذلك إنك كم عند الشيخ إسحاق الفياض، وأكبر مدرس في النجف الأشرف، وهذا بلي كتاب تأليفاته، ما الفائدة من تأليفاته؟ هل تجدون عنده شيء هو كتب هذه الأشياء كتبها شيء فيها فائدة؟ ها؟ الطالب يتعلمها 10 سنين 15 سنة، ثم بعد ذلك يقدر أن يدافع عن مذهبه؟ يقدر؟ أي وهو شيخ إسحاق الفياض مع جدي المرحوم من نفس القرية، ولا تكلموا عليه لأنه بل لأن عندي عناد وأنا أحترمه جن لأنه رجل زاهد، ولكن هذه الأمور هو يعلم ولكن ربما لا يعترف بلسانه. لا فائدة منها. الأمور الذي يدرس في حوزاتنا ليس التفقه في الدين، والطالب الذي يتعلمها لا يقدر أن يدافع عن المذهب، لا يقدر أن يدافع عن الدين، لا يقدر أن يروج الدين، هو يصبح شيئا لا فائدة منه كوكلاء المراجع، فقد يقدرون أن يجمعوا الأموال ثم يرسلوها إلى المرجع خيانة على الخيانة، سرقة على السرقة، وظلما على الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، فقد هذا يقدرون. أما نشر المذهب والدفاع عن المذهب هذا ليس، إذا فعله الأميني صاحب الغدير ليس لأجل أنه درس الكفاية والرسائل والمكاسب، إنه بعد كان بجهده مستقلا رغم الحوزة العلمية، ليس بسبب الحوزة العلمية. على كل حال عزته، الأصول من الكافي للكليني قدس سره، الجزء الأول تبع دار الكتب الإسلامية، الجزء الأول دار الكتب الإسلامية في هذا الكتاب الشريف. انظروا عزتنا، ها هي كتاب فضل العلم، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتاب والتمسك بالكتب، باب ها رواية الكتب. رواية الكتب ليس رواية بالسماع، رواية الكتاب تروي الكتاب. بل وإن شاء الله سوف يأتي في كتاب الفهرس للشيخ، فهرس للنجاشي، وهنالك بعض الجهلة يجلسون على القنوات ويقولون علم الرجال لا فائدة منها، أولاد جهلة لا يعلمون شيئا من العلم. سوف تشاهدون في فهرس النجاشي وفهرس الشيخ كيف إنهم كانوا يروون الكتب، ورواية الكتب يعني كتاب، يعني ماذا؟ الإجازة من مشيخ الإجازة، تأخذ إجازة لكي تروي الكتاب، هذا هو المقصود منه. أو تسمع الأستاذ الشيخ يقرأ الكتاب وأنت تكتب، تستنسخ من كتابه كل، أو تأخذ منه الكتاب تستنسخ منه. رواية الكتاب، وهذا أمر مهم جدا لا يعلمه آصف المحسني الذي كتب شريعة البحار لعنة الله، بل كلب من قندهار على شاطئ البحار لعنة الله عليه، وأمثاله لا يعلمون هذا الأمور.
لأنهم لا يتدبرون، لا يسمعون قول المخالف لقوله، كل من خالفهم فهو جاهل لا يعلم شيئا. الحديث أعزتنا، انظر على الحديث الأول عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد ولا ينقص منه. هذا الحديث ربما لا يزيد، لا يدل على الكتابة ولا يدل على رواية الكتابة بصراحة، ولكن إن شاء الله حديث أريكم كثيرة ما يدل على الكتب ورواية الكتب، ونريكم كيف إن أصحاب الباقر عليه السلام وأصحاب الصادق عليه السلام ألفوا آلاف من الكتب، وهذه الكتب كان متداولة مشهورة معروفة لدي الشيعة، كان عندهم. اليوم كما نعلم كتاب الكليني، كتاب وسائل الشيعة، كتاب التهذيب والاستبصار، نعلم تلك الكتب. أو أنتم تعلمون كتاب مثلا، كتاب منهج الصالح، منهاج الصالحين للخوئي رحمه الله، تعلمون ذلك. هذا كان مشهورا لديهم يعملون بها. الحديث الخامس عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا. لأنهم كانوا أصحاب الكتب، وهذا الأمر يأتي إن شاء الله، وأصحاب التصنيفات. يجيئني القوم، يجيئني القوم، يأتيني طلاب، يأتيني طلاب الحديث الذين يطلبون العلم من الكوفة، من اليمن، من قوم، من البصرة، من بغداد، من مناطق أخرى، من حلب، من مناطق بعيدة. يأتون الشيعة، يأتون من نيشابور، يأتون عندي فيستمعون مني حديثكم فأضجر، فأنا رجل ضعيف، أتعب، لا أقدر أقرأ عليهم كل شيء ولا أقوى. فقال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا، يعني الكتاب الذي أنت تقرأه اقرأ من الأول حديثا، من أوله حديثا. قال الكليني هذا: ومن وسطه حديثا، ثم من آخره حديثا، ثم أعطيه، قل استنسخ، اذهب استنسخ. فليس لازم أنت رجل تتعب، رجل ضعيف، رجل شيخ عجوز، أنت تتعب نفسك وتقرأ من أوله إلى آخره عليهم إملاء، تملي عليهم إملاء، هذا ليس بضروري. فهمتم؟ قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا. عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عنه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. إن الرجل يعطيني الكتاب ولكن لا يقول: قد أجزت لك، أجزت لك، أذنت لك أن ترويه عني، كما هو كان داب المحدثين يجيزون إجازة. ليس ها، ولكن هذا ليس سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجيز بعضهم بعضا، هذا سنة العلماء العامة، لأن كثرت بينهم الكذب وكثرت بينهم الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله ووضع الحديث والتدليس، ينقلون أخبارا من شيخ لم يراه في حياته، فإنهم بدأوا هذه الأمور، الإجازات وغيرها. فهذا الرجل يسأل عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: هل يجوز لي أن أروي؟ قال: قل نعم أروي عنه، قل حدثني فلان، أرويه عني عنه، يعني ماذا؟ قل حدثني فلان، يعني المقصود هو هذا.
الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروي عنه، يجيز لي أن أرويه عنه؟ قال إذا علمت أن الكتاب له فرويه عنه. يعني أنذاك الروايات كلها عن الكتاب، وهذا ثم يذهب ويقول يكتب في كتابي حدثني فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام، عن فلان عن الكاظم عليه السلام، حدثني فلان، وهو يروي عن الكتاب، يروي عن، وهذا ديدنهم هذا، وهذا يأتي له شواهد كثيرة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث السادس في نفس هذا السابع، بل الحديث الثامن، عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال القلب يتكل على الكتاب. الإمام الصادق عليه السلام يأمر شيعته بكتابة الحديث، ويأتي إن شاء الله الأوامر بالكتابة، وإنهم كانوا يأتون ويكتبون منه سلام الله عليه، وإن الأئمة عليهم السلام كانوا يعطون الكتاب إلى أصحابهم ويأمرونهم بأن يبثوا هذا الكتاب بين الشيعة مثلا، وهذا يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. القلب يتكل على الكتابة لأن الإنسان ينسى، ملكة الحفظ يوجد لبعض الناس، وحتى بعض الناس الذين ملكة حفظهم قوي هذا لا يعتمد عليهم، فإن النسيان يطرأ حتى على الذي ملكة حفظه قوي، إنه لا يتكل عليه. بل الحديث التاسع، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، اكتبوا الأحاديث فإنكم لا تحفظونها، يتضيع منكم الحديث، يضيع عنكم ويندرس آثارنا. الحفظ عليه إبقاؤه إلى الأجيال الآتية، هذا يحتاج إلى ماذا؟ أن تكتبوا كل ما قلت لكم اكتبوه. بلي. هذا زرارة كان يأتي إلى الإمام عليه السلام فيكتب، انظروا اختيار معرفة الرجال للكشي، المعروف برجال الكشي اختيار معرفة الرجال، طبع مؤسسة آثار نشر المرتضوي المصطفي، العلامة المصطفي. في ترجمة زرارة صفحة 165 حديث رقم 226، عن ابن بكير قال دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، كيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء فأطبق ألواحه، فقال إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ذقت، فاذهب أنت رسولي إليه فقل صلي الظهر في الصيف وكذا وكذا. هذا الأصول من الكافي صفحة 52 الجزء الأول. قال أبو عبد الله عليه السلام اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. الحديث العاشر، عن عبيد بن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها، بكتبكم، لأن تلكم الأصحاب كتبوا آلاف من الكتب، بل وكتب في مسائل شتى أخذوها عن من؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فيأمرهم. وهذا يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الفهرست للنجاشي وفهرست للشيخ، أريكم بل الكتب الذي
ذكرها الشيخ والنجاشي، وهذا ليس فارس كاملا، بل آلاف من الكتب ذكروا لأصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام. فيأمرهم احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. أي كتاب كان أنذاك؟ ها عندهم كتاب الكليني لم يكتب بعد، كتاب من لا يحضره الفقيه لم يكتب بعد. هذا الكتب كتب الأحاديث، كتب العلم الذي كتبها وسجلها أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهم كانوا علماء فقهاء ورجال يعتمن عليهم في صدق الحديث، فكتبوا بل كتب كثيرة، وهذه الكتب حفظوها وبقي إلى عصر الكليني وعصر الصدوق ثم عصر الشيخ الطائفة ثم إلى قرون بعد ذلك. ثم إن ذلك بسبب خدمة العلماء وحفظ آثار الأئمة عليهم السلام، بل إنهم قصروا في ذلك العلماء، وإن تلكم الكتب لم يبقى منه إلا قلائل، بل قليلة جدا، ولكن ما بقي في كتاب الكليني وفي كتاب الصدوق وفي كتب الصدوق والشيخ في كثير من العلم من الحلال والحرام وغير ذلك. الحديث 11، انظروا إخوتنا، عن المفضل ابن عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك، اكتب ما أنا أقول لك من الحلال والحرام والدعاء والمستحبات وما أقول في حجج الإمامة غير ذلك ما يتعلق بدين، اكتب وبث ذلك، انشرها في المؤمنين من الشيعة، يعني علم الآخرين، علمهم وبثها فيهم، فإن مت فأورث كتبك بنيك. فهذا يدل مفضل ابن عمر كان عنده كتب، فإذا مت قبل وفاتك فوصي بهم بأولادك توصية كاملة بأن يحتفظوا على كتبك وأن يأتمنوا على كتبك ويعلموا قدر كتبك. فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون إلا فيه إلا بكتبه. يأتي على الناس زمان بل حرج لا يعلمون من الدين شيئا، لا يعلمون، إمامهم في الغيبة أو إمامهم مثلا في السجن أو في الحصر، كالإمام الحسن العسكري عليه السلام كان في حصر، كان في بلي بعيدا عن وطنه، ثم كان في السجن كثيرا ما، ثم الغيبة الصغرى والكبرى. ها، فإنه يأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. أنا أرجع إلى الكافي، انظروا إلى هذا الحديث الشريف من كتاب مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للحاج مرزا حسين النوري الطبرسي رحمة الله عليه، الجزء 17 في هذا الكتاب الشريف المبارك، صفحة 300. حديث رقم 49، وعنه عن القطب الراوندي في كتاب اللباب اللباب، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي إيمان أعجب؟ قالوا: إيمان الملائكة. قال: وأي عجب فيه وينزل عليهم الوحي؟ قالوا: إيماننا. قال صلى الله عليه وآله: وأي عجب فيه وأنتم ترونني؟ قالوا: فأي إيمان هو؟ قال: إيمان قوم في آخر الزمان بسواد على بياض، بسواد على بياض، إنهم يستأنسون بالكتب بروايات آل محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا إيمانهم، أعجب الإيمان وأرفع الإيمان، بل من إيمان الصحابة ومن إيمان غيرهم. هذا الروضة من الكافي للكليني قدس سره، الروضة من الكافي للكليني قدس سره، طبع الجزء 8، طبع دار الفكر، هذا الروضة من الكافي.
الصفحة 14 صحيفة علي بن الحسين عليهم السلام وكلامه في الزهد. عن أبي حمزة الثمالي قال: ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن الحسين عليهم السلام إلا ما بلغني من علي بن أبي طالب صلوات الله على الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. قال أبو حمزة: كان الإمام علي بن الحسين عليهم السلام إذا تكلم في الزهد ووعظه أبكى من بحضرته. قال أبو حمزة: وقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين عليه السلام وكتبت ما فيها، ثم أتيت علي بن الحسين صلوات الله عليه فعرضت ما فيه عليه فعرفه وصححه، وكان ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كفانا الله وإياكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبارين أيها المؤمنون إلى آخره. فهذا صريح أن للإمام زين العابدين عليه السلام، والحال إنه كان يعيش في عصر فيه تقية شديدة ولم يكن له أصحاب كثيرة، إن أصحابه قتلوا وذبحوا. وقد روى النجاشي، قد روى الكشي في اختيار معرفة الرجال أنه لم يكن للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إلا 3-4 من أصحاب، قلائل جدا. اختيار معرفة الرجال للكشي رحمه الله تبع مركز نشر آثار العلامة المصطفوي رحمه الله، صفحة 139 في حياة سعيد بن المسيب، حديث رقم 184. عن الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان هو من وعاصر الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، ووالده خليل بن شاذان كان صاحب يونس بن عبد الرحمن. والفضل بن شاذان هذا ألف 180 كتابا، 180 أو أكثر من ذلك. هذا الرجل جدا، فضل بن شاذان ابن خليل النيشابوري، جدا رجل فاضل. ومن كتبه كتب كثيرة في الفضائل وغيره كتبه، ويأتي إن شاء الله الفهرس لكتبه. قال: ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليه السلام في أول أمره إلا 5 أنفس: سعيد بن الجبير، سعيد بن المسيب، محمد بن جبير بن مطعم، يحيى بن أم الطويل، أبو خالد الكابولي، واسمه وردان ولقبه كنكر. سعيد بن المسيب رحمه الله رباه أمير المؤمنين عليه السلام، وكان حزن جد سعيد أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يكن عنده أصحاب كثيرة، مع ذلك إنهم كانوا يكتبونه. فكتب هذا الرجل أبو حمزة الثمالي الكتاب، ثم عرضه على الإمام زين العابدين عليه السلام، فهو عرفه وصححه وقال: هذا صحيح، هذا من كلامي. من خيار علمائنا في عصر الغيبة الصغرى هو محمد بن الحسن الصفار، صاحب كتاب بصائر الدرجات في مناقب أهل البيت سلام الله عليهم، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلوات الله عليهم، طبعكم بلي في هذا الكتاب سادتنا الأعزاء، انظروا في صفحة 531 هي. باب الرابع عشر في الجزء الثامن: باب في قدرة الأئمة سلام الله عليهم وما أعطوا من ذلك. الحديث الثاني: حدثنا علي بن إسماعيل عن موسى بن طلحة عن حمزة بن عبد المطلب بن عبد الله الجعفي قال: دخلت على الرضا عليه السلام ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن الجعفر عليه السلام. عندي قرطاس أو صحيفة، الشك ربما من ربما من كلماته، وربما ليس من الشك، وربما هذا من بعد من النساخ أو غيره، على كل حال
وعندي صحيفة أو قرطاس فيه حديث عن الإمام الصادق عليه السلام. صحيفة أو قرطاس في هذا الحديث: إن الدنيا مثلت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة. بل في مثل فلقة الجوزة، فلقة يعني قطعة، قطعة من الجوز، جوزة بل هذا الجوز الذي تأكلونه. الدنيا مثلت يعني علم الدنيا، أنت كما يكون عندك القلم، هذا القلم في يدي أو عندي، يكون جزءا فلقة يعني قطعة من الجوزة، ليس الجوزة كله، قطعة من الجوزة يعني شيء صغير يكون في يدي، كيف أنا أحيط به علما؟ كيف أحوال هذا أنا أعلمه؟ هذا أنا أعلمه أحواله، وكيف أنا لا يفوتني شيئا من علم هذا الشيء، رؤيته وبقية أحواله، فأنا أعلمه صحيح أم ليس بصحيح. قال: إن الدنيا مثلت للإمام المعصوم عليه السلام، لحجة الله، لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأمير المؤمنين عليه السلام، للإمام الصادق عليه السلام، للإمام الرضا عليه السلام، ثم للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلماذا لا نقول يا حسين؟ فلماذا لا نقول يا صاحب الزمان أدركنا؟ يا صاحب الزمان أدركنا، إن الدنيا مثلت له. هكذا هو عالم به وقادر أن يتصرف به كيف يشاء، مثلت فيه لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة. فلقة الجوزة، فلقة يعني قطعة، كفلقة الجوزة يعني قطعة من الجوز. فقال يا حمزة: ذا والله حق، فانقلوه إلى أديم. الأديم هو الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ، فإن الكتابة يبقى أكثر دواما، أكثر دواما، ويحفظ إذا كان مكتوبا على ماذا؟ على الجلد، ولكن إذا كان على القرطاس فالقرطاس يضيع بسرعة، القرطاس يضيع وينمحي ويندرس بسرعة، أما الجلد يبقى، يبقى مئات سنين يبقى. فهمتم؟ فقال: انقلوه إلى أديم. هذا صحيح، فانقلوه. وفي رواية أخرى: إني رأيته فحوله، فحوله أو فحوله إلى أديم. إذا رأيتم تلك الحديث، أنا أرجع إلى حديث قد رويته في البداية من كتاب الكافي الشريف حيثتنا الأصول من الكافي للكليني رحمه الله، دار الكتب الإسلامية. عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. أتى به في باب رواية الكتب وفضل الكتابة والتمسك بالكتب. أول حديث، أنا قلت هذا الحديث ليس فيه تصريح بالكتابة، ولكن المقصود هو منه الكتابة كما عرفه وتفقه به الكليني رحمه الله، لأن هذا أن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قل هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه، هذا لا يصدق إلا في حق من كتب الحديث. إذا كتب الحديث حتى بعد 50 سنة، حتى بعد 70 سنة، يقرأ من دون أن يزيد فيه أو ينقص منه شيئا. أما إذا لم يكتب فإن الحافظة لا يقوى ولا يؤتمن على الحافظة لتلك المدة المديدة أن يحفظ بكل الكلمات وبكل التفصيلات. فهمتم أم لا؟ فهو كما فهمه الكليني رحمه الله، المقصود منه الكتابة، بالخصوص بعدما رأيتم الأحاديث في نفس الباب في تصريح بالأمر بالكتابة. في نفس الباب هذه الأحاديث: القلب يتكل على الكتابة، اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليه، اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك.
المحاسن للبرقي رحمه الله. هذا كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمة الله عليه، تبع دار الكتب الإسلامية في قم المقدسة. في هذا الكتاب في صفحة 226 عائزتنا المشاهدين، بل 27، الحديث رقم عفوا 156 عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، يروي جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فقال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا، وما حملت من ذهب وفضة، وذلك أن الله يقول. وهذا جابر بن يزيد الجعفي مصنف ومؤلف للكتب كثيرة، وكان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وإن الإمام الباقر عليه السلام أعطاه كتابا وأمره بأن ينقل منه إلى الشيعة، ويأتي تفصيل ذلك الحديث. أعطاه 3 كتب، وذلك أن الله يقول: ما آتاكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن هذا مخففة من المثقلة، مخففة من إنه الثقيلة، وإنه كان علي عليه السلام، يعني بلا ريب وبلا شك بالتحقيق كان عمير المؤمنين عليه السلام ليأمر بقراءة المصحف، بل والظاهر من المصحف، بل ربما مصحف الحديث الذي كان عند أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإن أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صنفوا كتب وكتبوا من أقواله سلام الله عليه، وهذا يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الأمالي لشيخنا شيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله، تبعه بل جوهري عنديشة دار الكتب الإسلامية، تبعه دار الكتب الإسلامية. في هذا الكتاب سادتنا صفحة 188 حديث 32 عن أحمد بن عبد الله، أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثنا سليمان بن مسلم الكندي عن محمد بن سعيد بن غزوان عن عيسى بن أبي منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: نفس المهموم لظلمنا تصبيح، وهمه لنا عبادة. نفس المهموم، المهموم المغموم الحزين، يتنفس يتنفس مهموم، هو إنه غم، هذا عبادة، هذا الله يحب نفسه، هذا لا يبكي لا يلطم، ولكن هو مغموم وحزين، لأجل من؟ لأجل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وما جرى على آل محمد عليهم السلام في الشام. نفس المهموم لنا لظلمنا تصبيح، وهمه لنا عبادة، وهذا غمه كصلاة، هذا غمه عبادة كالحج، همه الغم الحزن، هذا النفس الحزن، كعمرة بيت الله الحرام عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله، وكتمان السر
في عصر الأئمة الطاهرين عليهم السلام، إن كثيرا من الأحاديث الذي ورد الآن ويعلمه الكل الآن في الفضائل وفي المعجزات وفي الكرامات وفي علم الأئمة الأطهار عليهم السلام، كانوا يأمرون شيعتهم بأن يكتموها عن السفلة من الناس، لأنهم يسخرون منها ويستهزئون منها، وإنهم ينشرونها، ثم إن الأعداء يضغطون على الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. وهذا بل كان من الأمور الذي كان يؤمر الشيعة بكتمانها، وكثير من الأمور الأخرى إنهم كتموا ذلك ولم يصل إلينا. فذلك من كتمان، من كان عنده سر من أسرار الإمام عليه السلام فيجب عليه أن يكتمه. بل ولكن ما عندنا اليوم من ما ورد من الأحاديث والروايات في الكتب وما هو موجود على الإنترنت وما موجود في عند المخالف والمؤلف، فعلى الظاهر هذا لم يبقى على سريته، هذا لا يصدق عليها أنها من السر. وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب، لأنهم كانوا يكتبون الأحاديث، ولكن لقدر هذا الحديث. هذا كتاب اختيار معرفة الرجال لشيخنا الكشي رحمه الله، اختيار معرفة الرجال لشيخنا الكشي، بلي، طبعا مركز نشر آثار العلامة المصطفوي. في هذا الكتاب سادتنا الأعزاء بلي نريكم عدة أحاديث هذا الرواية في أحوال رشيد الهجري، رشيد الهجري من أصحاب السر لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حديث 131. بلي. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا رشيد، كيف صبرك إذا أرسل إليك الدعي بني أمية فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، آخر ذلك للجنة؟ فقال: يا رشيد، أنت معي في الدنيا والآخرة. سلام الله على أمير المؤمنين وسلام الله على رشيد الهجري، أنت معي. قال بل قالت جاريته: فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه عبيد الله بن زياد الدعي فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام، فأبى أن يبرأ منه. فقال له الدعي، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ماذا؟ يا رشيد، كيف صبرك إذا أرسل إليك الدعي بني أمية؟ الدعي ماذا؟ الدعي يعني الرجل الحرامي ولد الزنا، لا يعرف من لا يعرف من أبوه، هذا هو الدعي. ولكن اليوم مع الأسف الشديد إن العلماء الجالسون على المنابر والخطباء جالسون على المنابر ويتكلمون على أجهزة التلفاز فيقولون: أوه، إن هؤلاء شيخ حسن الله هذا يسب ويشتم. نعم، نحن نسب ونشتم، ولكن نسب أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، هم يستحقون أشد الشتم وأشد السب. وأنتم أيها الفسقة، يا أتباع المراجع، يا أتباع السيستاني والخامني، أنتم أفسق الناس، أنتم الذين تمنعون الناس عن سب أعداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ونحن لا نسر بالسب أيضا، ولكن فقد نقول هذا أمر جائز وعند الله له ثواب، وحتى رفعنا أيدينا عن ذلك، ولكن على الأقل نقول إن بيان مطاعن هؤلاء من كتبهم، إن السيستاني وابنه الملعون عاجز عن ذلك وليس عندهم علم أن يفعلوا ذلك، ولكن هذا سلاح الشيعة، هذا دفاع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا سيف الشيعة، بيان مطالبهم ومطاعنهم ومثالبهم وخياناتهم عن البخاري ومسلم، وبحيث لا يمكن إنكارها للفرقة العمرية، هذا هو سلاح الشيعة. لماذا أنتم تسلبون الشيعة عن سلاحها أيها الفسقة؟ يا أيها السيستاني ويا ولدك الفاسق محمد رضا لعنة الله عليكما، فلماذا تمنعون الشيعة وعلماء الشيعة وأصحاب المنابر عن بيان مطاعن
أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة عن منابر الشيعة. هذا ليس بلعن وهذا ليس بسب وشتم. الرجل إذا شرب الخمر وأورد في كتبهم بأنه شرب خمر فما هو؟ لماذا أنت لو كنت أنت شيعيا لماذا أنت تتعب من ذلك؟ ولماذا أنت تضجر من ذلك؟ لو كنت شيعيا ولست في قلبك هنالك ميل إلى العمرية كما تقول أنفسنا، ألا تستحي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمير المؤمنين عليه السلام تحاربوننا لأجل إننا فضحنا القوم ودافعنا عن أمير المؤمنين عليه السلام في الحال الذي إن مذهبنا مستهدف بكل بيان علمي من عشرات من القنوات المخالفين. أنتم خالفتمونا لأجل ذلك. صح سلمنا إني سكتت، ماذا عندك أنت في الدفاع عن المذهب؟ متى أنت عندك كتبت كتابا، أصدرت بيانا، هنالك أنت تربي أجيالا من العلماء عندهم علم في الدفاع عن المذهب؟ يا سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تصرف الأموال الإمام عليه الصلاة والسلام في الحوزة العلمية وما هم يدرسون فيها إما المنطق الفلسفة الإرفان وهذا هو العقائد الإسلامية، وإما يدرسون ماذا؟ يدرسون الرسائل والمكاسب والكفاية وشرح اللمعة. فبهذه الأمور كيف يقدر؟ والله حتى شيخ الإسحاق الفياض يأتي لا يقدر أن يدافع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأشر أعشار ما أنا عندي، لا يقدر عن ذلك، ولا أنت سيستاني ولا غيركم يقدرون على ذلك، فكيف أنتم تحاربوننا عن ذلك؟ هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أمية؟ دعي بني أمية، لو كنتم أنتم الأنثاب لقلتم هذا حرام، هذا سب وشتم. هل هذا دينكم؟ فأبى أن يبرع منه، فقال له الدعي: فبأي ميتة قال لك تموت؟ قال له: أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرع، فتقدمني فتقطع يدي ورجلي ولساني. فقال: والله لأكذبن قوله فيك. قال: فقدموه فقطعوا. قال: فقدموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه، فحملت أطراف يديه ورجليه، فحملت، قال جاريته وابنته، حملت أطراف يديه ورجليه، فقلت: يا أبتي هل تجد ألما لما أصابك؟ فقال: لا يا بني، إلا كالزحام بين الناس. فلما احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله، فقال: ايتوني بصحيفة ودوات أكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة. فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات رحمه الله ليلته تلك. وهذا كان عنده من العلوم، من أصحاب السر لأمير المؤمنين عليه السلام، كان عنده من العلوم. وهذا عبد الله بن عباس في نفس الكتاب كان يكتب عن ميثم التمار، هذا في ترجمة ميثم التمار حديث رقم 136. بل الرواية إنه دخل ميثم على أم سلمة رضي الله عنها ثم خرج من عند أم سلمة فإذا ابن عباس جالس، فقلت: يا ابن عباس سلني ما شئت من تفسير القرآن، فإني قرأت تنزيله على أمير المؤمنين عليه السلام وعلمني تأويله. فقال عبد الله بن عباس: يا جاري الدواه وقرطاسا. فأقبل يكتب، فقلت: يا ابن عباس كيف بك إذا رأيتني مصلوبا؟ قاصعة اسمه. فهذا عبد الله بن عباس كان يكتب عن ميثم التمار. هذا ترجمة جابر بن يزيد الجعفي رحمه الله تعالى، اختيار معرفة الرجال، صفحة 211 حديث رقم 339. عن عمرو بن الشمر عن جابر بن عبد الله: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا شاب. إن جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، وروى عنهما بلي، وكان عنده علم غزير،
كان عنده علم الغزير ومن أصحاب السر للأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل وإن أحاديثه في الفضائل عجيب وغريب، كان عنده ما لم يكن عند الآخرين. وأنا شاب، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: من من؟ قلت: من جعفي. وقال: ما أقدمك إلى المدينة المنورة إلى ها هنا؟ قال: طلب العلم. قلت: طلب العلم. قال: من من؟ قلت: منك، أريد العلم منك. سلام الله عليه، هنيئا لجابر. قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة. فقل: من أهل المدينة. يا سبحان الله، أنا لست من أهل المدينة، أنا من العراق، هل تأمرني بالكذب يا إمام؟ قال: قلت: أسألك قبل كل شيء، أن هذا أيحل لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج، فأنا من أمريكا حينئذ. فقال: قل للناس أنت من المدينة. قال: ودفع إلي كتابا وقال لي: إن أنت حدثت به حتى تهلك بنو أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. ثم دفع إلي كتابا آخر ثم قال: وهاكي هذا، فإن حدثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة آبائي. فإن الإمام الباقر عليه السلام أعطاه كتابين، كتاب اكتم هذا الكتاب حتى يهلك بنو أمية، وإن بنو أمية أهلكوا بعد الإمام الباقر عليه السلام. وأعطاه كتابا آخر فقال: هذا فقط سر بيني وبينك، لا حق لك أن تحدث بها شيئا. فهذا من الأسرار الذي كان عند جابر بن يزيد الجعفي. عن جابر قال: رويت 50,000 حديث ما سمعه أحد مني. هذا كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل لشيخنا النوري رحمه الله، الشيخ النوري، مستدرك الوسائل الجزء 17. في هذا الكتاب سادتنا العائزة في صفحة 285، هذا باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة صلوات الله عليهم المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها، صفحة 284. انظروا إلى بعض تلك الروايات التي فيها أمر بالكتابة وفيها يدل على أنهم كانوا يكتبون الأحاديث. صفحة 285، الحديث الرابع، كتاب عاصم بن حميد الحناط. قال: سمعت أبا بصير عليه السلام قال: أبو عبد الله عليه السلام: اكتبوا، فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب، وشبيه من هذا رأيتم في كتاب الكافي أيضا. وعن أبي بصير عليه السلام: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا الخبر. ثم بعد ذلك عزتنا المشاهدين، انظروا إلى هذا الحديث، الحديث 24، سليم بن قيس الهلالي في كتابه: فلما كان قبل فوت معاوية بسنتين حج الحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن عباس معه، فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم، من حج منهم ومن لم يحج، ومن الأنصار من يعرف الحسين عليه السلام وأهل بيته، ثم لم يترك أحدا حج ذلك العام.
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن التابعين من الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم واجتمع إليه بميناء أكثر من 700 رجل وهو في سرادقه عامتهم الطابعون ونحو 200 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فهذا في سنة قبل وفاة فوت معاوية بسنتين، يعني معاوية مات في سنة 59 أو في سنة 60، فهذا في سنة 58. فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعده فإن هذه الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم، وإني أريد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقت فاصدقوني وإن كذبت فاكذبوني، واسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن اعتمنتموه من الناس ووثقتم به، فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا، فإنا نخاف أن يدرس هذا الحق ويذهب، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وما ترك شيئا مما أنزل الله في القرآن فيهم إلا قاله وفسره، ولا شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في أبيه وأخيه وأمه ونفسه وأهل بيته إلا رواه، وكل ذلك يقول أصحابه: اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا، ويقول التابعون: اللهم نعم قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه حتى لم يترك شيئا إلا قاله، فقال: أنشدكم بالله إلا حدثتم به من تثقون به الخبر، واكتبوا قولي. وهذا أمر من الإمام عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن يكتبوا قوله سلام الله عليه. وفي نفس الكتاب أحاديث كثيرة عزتنا. مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل للمرزاء النوري، تبع مؤسسة آل البيت عليهم الصلاة والسلام، صفحة 292، الحديث 27 في مهج الدعوات بإسناد عن الشيخ الطوسي، وهو يروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يقول: كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام، جماعة من خاصة أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج الكاظم سلام الله عليه، من أهل بيته وشيعته، كان جماعة من خاصة الحسن أبي الحسن عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم، أكمام أكياس، في أكياسهم، في عندهم، في أكمامهم، يعني في جيبهم، أو في كان عندهم أكياس، كان عندهم ماذا؟ ألواح آبنوس لطاف، ألواح من شجر آبنوس، شجر آبنوس شجر إن ألواحه جدا غالي، قيمتها غالية، وإن هذا الشجر إن جدا غالية شجرها وجدا غالية له الورقات كبيرة، شجرة آبنوس لطيف، يعني كان تلك كل لوح لطيف، ألواح لطاف، كل لوح يعني إنهم ألطفوها وجيدة وجميلة، وأميال وميل يكتبون بالأميال. فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة، يعني في حادثة، أثبت القوم ما سمعوا منه سلام الله عليه في ذلك. وهذا الحديث تفصيله في مهج الدعوات وأيضا في كتاب بحار الأنوار، نريكم ذلك. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام للمجلسي رحمه الله، الجزء 48، طبع دار إحياء التراث،
هذا حديث طويل عن كتاب مهاج الدعوات، حديث طويل. ثم استقبل أبو الحسن عليه السلام القبلة ورفع يده إلى السماء يقول يدعو فيقول يدعو. فقال أبو الوضاح: فحدثني أبي كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال. فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك. قال: فسمعناه وهو يقول في دعائه شكرا لله جلت عظمته، ثم ذكر الدعاء وقال: ثم أقبل علينا مولانا أبو الحسن عليه السلام ثم قال: سمعت من أبي. وهذا الدعاء موجود في كتاب مهاج الدعوات. سمعت من أبي جعفر بن محمد يحدث عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعترفوا بنعمة الله ربكم عز وجل وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم، فإن الله يحب الشاكرين من عباده. قال: ثم قمنا إلى الصلاة وتفرق القوم، فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى بن المهدي والبيعة لهارون الرشيد. نرجع إلى كتاب المستدرك. المستدرك لشيخنا الطبرسي رحمه الله، الجزء 17. الحديث 28 في صفحة 292. سبت الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما يمنعكم من الكتاب؟ إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، إنه خرج من عندي، رحت من أهل البصرة سألوني عن أشياء فكتبوها. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لكاتب كتبه، قال لكاتب كتبه، قال لكاتب كتبه أن يصنع هذه الدفاتر كراريس. الكراريس هو جمع كراسة، وكراسة هو ما انضمت ورقاته، انضم الورقات كتاب انضمت ورقاته، فإنها يقال له ماذا؟ الكراريس. الكراسة واحد كراسة وجمع كراريس. والدفتر هو كل ورقة يكتب عليه، دفتر كلمة عربي، كل ورقة يكتب عليه. فقال إن أبي جعفر عليه السلام قال لكاتب كتبه، قال لكاتب. الحاشية رقم أول أثبتناه من المصدر من مشكاة الأنوار. قال لكاتب كتبه أن يصنع هذه الدفاتر كراريس، هذه الدفاتر الورقات المتفرقة، يجعلها وينضم بعضها مع بعض، بل بحيث يصبح بل كراسات، يصبح كراريس. هذا كتاب، هذا كتاب ورقاته منضمة بعضها مع بعض، هذا هكذا يجعله هكذا، أمره بذلك. فإنه كان عنده كاتب يكتب كتبه، يكتب كلامه سلام الله عليه، وإنه أمره بذلك. ثم قال الإمام عليه الصلاة والسلام: وجدنا كتب علي عليه السلام مدرجة. إن كتب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندنا موجودة وهي مدرجة، وإنها بل منظمة، وإنها بل درجة بعض أدرج بعضها في البعض مثلا، يعني منظمة هكذا أفهم منها مدرجة أنا. مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل لشيخنا الطبرسي، صفحة 298، الجزء 17، الحديث 42. الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال نقلا عن المجلسي رحمه الله قال: أقول: وجدت نسخة قديمة من كتاب سليم بروايتين بينهما اختلاف يسير،
وكتب في آخر إحداهما تم كتاب سليمان بن قيس الهلالي، إلى أن قال: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليمان بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد عليهم السلام. من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب، فهذا أمر بأن يكون عند كل واحد منهم كتاب سليم، فكانوا يأمرون شيعتهم بأن يأخذوا علمهم من الكتب وأن يحتفظوا بكتبهم. أعزتنا المشاهدين، هذه الروايات رأيناكم إن شاء الله في الليالي القادمة نقدم إليكم. إن أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام كتبوا آلاف من الكتب، وإن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمروهم بكتابة تلك الكتب، وأمرهم بحفظ تلك الكتب وبنقل تلك الكتب. وإن شاء الله تبارك وتعالى يأتي إليكم تفصيل ذلك في منذ عصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى عصر غيبة الصغرى إن شاء الله العزيز في الليالي القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الأصول من الكافي للكليني رحمه الله، الجزء الأول، تبع دار الكتب الإسلامية، صفحة 53، الجزء الأول 53، الحديث 15، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني سلام الله عليه، وهو الإمام الجواد محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، إن مشايخنا أساتذتنا في العلم رووا عن من؟ رووا عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. بلي، إن الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد سلام الله عليه كان في بداية القرن الثالث، يعني سنة بداية إمامته من 202 وهكذا إلى استشهد في سنة 220 هكذا، استشهد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. ففي تلك السنين بل سألوه عنه، والإمام الباقر عليه الصلاة والسلام استشهد في سنة 114، بل والإمام الإمام الصادق عليه السلام في سنة 148. فإن بين، يقولون إن مشايخنا رووا، هذا المشايخ يعني رووا قبل 70 سنة 80 سنة، سمعوا ممن؟ من الإمام الصادق عليه السلام ومن الإمام الباقر عليه السلام. إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر عليه السلام الإمام باقر عليه السلام وأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، وكانت التقية شديدة، فكتموا يعني أخفوا كتبهم ولم تروى عنهم، إنهم كتبوا كتب ولكن إنهم كتموا وأخفوا كتبهم، جعلوه مثلا في الصندوق وجعلوه في الأرض مثلا،
فهمتم؟ جعلوه في الجدار، كتموا كتبه ولم تروى عنهم، يعني انهم لم الروايه يعني يعطيه الى الاخر الكتاب والرجل الاخر يستنسخ منه فهو يروي عنه ويأذن له فيقول حدثني فلان، او هو يقرأه، الشيخ يقرأه والتلميذ يكتبه في المجلس يكتبه، او بل ان احد التلاميذ والتلامذه هو يقرأه وبقية التلاميذ يكتبونه، وإن الشيخ يستمع إذا كان هنالك خطأ أو غلط فهو يصحح ذلك. ولكن هؤلاء المشايخ من أصحاب الباقر عليه السلام، من أصحاب الصادق عليه السلام، كتبوا الكتب، صنفوا الآثار، ولكن تقية شديدة. لأجل تقية إنهم لم يبثوا علمهم، وإنهم كتموا كتبهم وأخفوها. الأصول من الكافي. قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، جعلت في ذلك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأن أبي عبد الله عليهم السلام، وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فعندنا كتب كثيرة، كتب كثيرة لم نرى المصنفين من أصحاب الباقر عليه السلام، ولكن هذه الكتب عندنا موجودة، فماذا نعمل بتلك الكتب؟ فقال الإمام عليه السلام حدثوا بها فإنها حق، حدثوا بها، قل حدثنا فلان، حدثنا في كتابه وأنا أنقل عن كتابي، فحدثوا بها فإنها حق. تلك الكتب كلها، هذا يدل كتب كثيرة كان عندهم، وهذا فقد حال من تلك العلماء الذين أخفوا كتبهم، فكم منهم لم يخفوا كتبهم، فكتبهم كانت بين يدي الشيعة. فهمتم أعزتنا المشاهدين؟ تفصيل هذه المطالب إن شاء الله في الليالي القادمة. إذا علمتم ذلك إن الكليني يروي من تلك الكتب، والصدوق يروي من تلك، وهو يصرح بذلك، يصرح بذلك، فعن ذاك تعلمون إن الوسائط الذين يقع بين الكليني وبين أصحاب الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، بل بين الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هذا لا عبرة بها، لأن تلك الكتب كان في غاية الشهرة عندهم وفي غاية الاعتماد عندهم، تلك الكتب كان موجودة بين أيديهم، كما أنتم تعلمون إن هذا الكتاب للسيستاني منهاج الصالحين، فتاوى فعندهم كان كلام الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام موجود عندهم، يعلمونها، فيروي عن تلك الكتب ويذكر الوسائط فقط، لأجل هذا كان الرسم عندهم عن ذاك بين المحدثين، يذكرون مشايخ الإجازات. على كل حال تفصيل هذه المباحث إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الليالي القادمة نبينها لكم، فسوف تعلمون إن كتبنا في غاية الصحة وفي غاية الاعتماد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا ربنا يا إلهنا اكفنا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.